مرحبا يا دكتور، أنا كان حلمي الصيدلة وما صح لي أدخلها لأني رسبت بالثانوي يا دكتور، بس أنا ذكية كثير وحلوة كثير مثل ما أنا شايف، إن شاء الله بشهر زمان قادر إني أخدم الصيدلة، في مجال تشغلني عندك؟ مرحبا يا زميل، كيفك؟ أنا طبيب مشهور عندي عيادة بنص البلد، فتحت من فترة قريبة مخبر، يعني تعرف شغلة المخبر ما بدها شيء، وفتحت على اسم زميل مخبري، وحابب هسه الفترة حاليا أني أفتح صيدلية على اسم زميل إنه صيدلاني، فإذا حوليك شهادة يعني تخدمنا بهذا الموضوع وننتفع سوا يعني بهاي القصة. بتعرف يعني شغلة الأدوية يعني شغلة بسيطة وإن شاء الله مندبر أمورنا. مرحبا يا دكتور، أنا مهندس صراحة واشتغل بشركة كبيرة، بس حابب أفتح صيدلية أو أشتغل فيها المساء، فإذا حواليك صيدلانية نتجوزها ونفتح على اسمها صيدلية. عبارات نسمعها كثير، متطفلين كثير، هذا الشيء ما بيعني إلا أنه في تدني كبير بالوعي لدى عديد من أفراد المجتمع، منهم ما هم غير متخصصين ومنهم للأسف متخصصين في مجالات طبية أو مجالات علمية أخرى، لأنه ما عم نعرف تماما شو معنى صيدلاني وشو معنى الصيدلة، وما بنعرف مدى حساسية ودقة هذا التخصص، وأنه لا يمكن أن يعبئ أو أن يملأ مكان الصيدلاني أي حدا متخصص آخر. حسب تقرير أمريكي بيحكي أنه الصيدلة من أكثر المهن حساسية ودقة، لأنها تتعلق بأكثر الأشياء دقة وهو الدواء، ومسؤولة عن كل ما يتعلق بهذا الدواء، بدءا من عمليات صرف والوصف، حتى الوصف لو كان هذا الشيء من الطبيب أنت المسؤول كصيدلاني عن أخطاء الوصف في حال لم تدقق الوصفة وحررت الوصفة دون أن تنبه الطبيب على هذا الخطأ، أيضا أخطاء الصرف، أخطاء المتعلقة بصناعة الأدوية أيضا الدقيقة والخطيرة جدا والحساسة جدا كمان مسؤول عنها الصيدلاني. ولذلك مسؤولية كل حدا فينا حتى يضمن أمان الدواء وأمان وصحة كل مريض فينا، ممكن يكون أنا أو أنت أو ابني أو ابنك، مسؤوليتنا كلنا أنه نحارب التطفل على هذه المهنة، ونميز بين الصيدلاني الخبير الذي يستطيع أن يضمن لك أمان الدواء وصرف الدواء بطريقة آمنة، ويكون خبير صحي ينبهك على كل ما يتعلق بعشوائية تناول الأدوية ويضع الدواء في مكانه الصحيح. مسؤوليتنا كلنا أن نحارب هذا التطفل.